بداية الحب البريء يا خسارة ما تكمل، ينقطع فينا الطريق ونيران عم تشعل. عزرتنا قال زيارات يساق ممنوع. جناب الشاويش، هاي الزيارة مو مستاهلة احكي مع القاء مقام كرمالها. كلام عزرتنا غازي بيك مو على عزرتك، يعني كلام عزرتنا على بقية عالم. انت بيقدر بيزور ابولس بأي فقط. بس هدول كمان عيلته لابولس. هاي أوامر اجي من فوق، زيارات ممنوع وحبيث منفردة كمان. بالمنفردة حاطينه رقبي؟ ايفيت في رأيكم جناب قاضي إعدام عليه. طول بالك يا جناب الشاويش، علي الحلال لازم تتشكروا لأنه خلص الحرم من هيك وسخ اسم أبو الريح. تشكر لار أبو ليز، تشكر لار أبو ليز قاين دافلي علي مفلانا سلطان. جناب الشاويش شو هي خاين ما خاين؟ كيف هاي رح تلبسوا هاي التهمة يعني كيف؟ سو أدب سيز. طول بالك جناب الشاويش، طول بالك، عيلته مالهم ذنب اللي عملوه بلس. ان شاء الله يا غازي بيك احكي لك كلمه، شو هي خيانه ما خيانه بنطلعوا لنا فيها؟ ممنوع زيارات وممنوع دخول كراكون كمان. روق جناب الشاويش، روق. عزو معزور، ابو رايح على حبل المشنقه. اللهم يا ربي، اللهم. فهمت غازي بيك، مفهوم. يعني ما في طريقه نخلي ابنه يشوفه؟ ازور ديليرم، بعتذر. طيب بدي منك شغله صغيره، توصلوا هي السر اذا مو كرمال عيلته كرمالي انا. تكرم غازي بيك، انا كرمالك بتحمل كل مسؤوليات. كتر خيرك. يلا يا جماعه خلينا نمشي، ما بدنا نعطل شي وش اكثر من هيك. اكيد ثاني ازور دليرم، بعتذر.
واي احلى صحن فول لا احلى بالسلومه. بسم الله. ما كنت بدي اجي. ليه؟ شو بدي اجي اعمل هون بالشام؟ امك هون وانا هون، ما بيكفي؟ مالك قادر تبعد عن نجوى؟ ما جيب سيرتها قدامي. صاير شي بيناتكم؟ نجوى بنت غازي وانت ابن حاتم، كيف رح تزبط بيناتكم؟ ومع هيك لا تخاف، أنا قادر زبطها. أنت؟ كيف؟ لا تستعل بأبوك، مو القصد. يا سليم، أنا قادر أطلع لفوق لفوق، وبنفس الوقت قادر خلي غاز ينزل لتحت لتحت. لسه ما نظيفة، في وراقة ملعوب. مشان الله يا ابو شوال، بوس ايدك، اذا حنضل نحكي بالسيره الوعيد نفتق فيها ونعمل لها ايدين ورجلين، وكمان بنلاقي غرابه معلقه على حب مشنا لا سمح الله. لا سمح الله. ابو العز خاين، والله ما بتصدق هذا الحكي. لا والله، بس المشكله هلا انهم عم يتبلوا لابو العز بتهمه هو بريء منها. ابو شوال، شو والله مصلح الشاويش يكذب علينا؟ عزو، الشاويش بيكون عم بيكبر القصه مشان شو ما طلب مصاري تعطيه. ما بتتذكر قصه اخي عادل؟ سمير عم يحكي مزبوط، ولك حتى الدنيا عدموه بيخلوا اهله يشوفوه. كمان غازي متفق معه على هذا الكلام مشان يبين انه هو فارس. انا بعمري ما شفت حدا بيحكي على خاله هيك، حتى لو كنت انت وياه متخانقين على الضيعه. يا شباب، الله يرضى عليكم، خلونا بمشكله ابو العز. ولك انا الشغله اللي ما عم تدخل بدماغي انه اذا كل هالقد الشغله كبيره، شلون غازي بده يطلعه؟ اخي ما بعرف ما بعرف، انا راح جن، عقلي ما عم يتحمل. جيب نار يا جبل. الله لا يوفقك، عملت ابو جهد والله لحد بك حياتك. والله صلي على النبي ابن عمي، صلي على النبي. مو لا تعرف ليه جايه بالاول؟ الله لا يعرفك الحكمه. ايه امشي قدامي لشوف. لا تزعل مني ابو راتب افندي، لا تزعل مني. ايه قد ما اشتغلت ورستقتك ما رح تطلع مثله. والله لا اخرب بيتك، والله امشي قدامي. بليه شو عليك؟ ولا كلمة. سلام عليكم اخي. اخي ما بدي اياها، ما بدي اياها، خدها خليها عندك البيت. طول بالك ابو راتب، شو بنا؟ لك شو عامله من عمك لك مقصوره الرقبه؟ لا غفلات، مو معبي عينها للخادم. أعوذ بالله، أعوذ بالله ابن عمي، إيه والله والله عندي ضفرك بيسوى الدنيا كلياتها. سمعت يا أبو راتب، سمعت الحكي الحلو، شو بدك أحلى من هيك حكي؟ لك ليش كسرتي كلمتي وإجيتي على الدكان؟ ما قلت لك هذا البيت مالك شغل معه؟ ابن عمي، ما تحملني عقلي يكون في رجال مهيوب أكثر منك بالحارة. ومع هيك ما راح مرق لك يا رجع لعندي على البيت، ما عاد لك. ايه يا ابو راتب، سعاد بدها اياك كل الوقت مهفف ومرستق ومرتب. بعدين والله مو وقت الحكي هذا هلا، ما بدنا شيء ينغص علينا يلي ناويين نعمله. ما فهمت. خلص بعدين افهمك. شو بعدين بدك تفهمه؟ انا لازم افهم بالاول مو هو؟ فهموني شو في؟ احكوا انت حاكيه لكم يونس، فهميه انه اللي عم تطلبه ما بيصير لك. والله الشغله فيها قصر. يا
وانت من كل عقلك رح ترد عليها؟ شو أهمي؟ والله حبيت لها المستورة، لك القلب ما يهوى. ما فهمت قصدي. فهميني فهميني، يستر عرضك. الله وكيلك يا أم يونس، صاير ليلي نهار ونهاري ليل من كتر ما عم فكر بهالمستورة. بيقولوا المرة بنص عقل. هلا أنت بدك تساعديني ولا بدك تتمسخري علي؟ مشان الله أنت إلا أنك رح تساوي اللي هي بدها، بس بعد ما تتجوزوا. إيه وبلكي ما رضيت. إذا ما رضيت شيلها من راسك ودور على غيرها. والله شكلك يا طبنجة وقعت وما حدا سمع عليك. يا بيك قلت لحالي يجي معي سليم يساعدني بشغل القهوة، أحسن مواعد بضيعة ما عم يسوي شيء. إيه ما في مانع، سليم بيعرف إني بعزه. روح خلي عمار يعلمك شو. حاضر. يا بيك لازم نلاقي طريقة نخلي القهوة تشتغل أحسن من قبل. آخر همي إذا القهوة بتشتغل أو ما بتشتغل. السلام عليكم. وعليكم السلام. روح على شغلك. أمرك يا بيك. شو بلا فارس؟ ما تسلم على خالك؟ صابك على البيت. فارس؟ اتركوا اتركوا، ما حدا بالدنيا بيعرف فارس قدي. دلال ابوه وامه نزع. بدي احكي معك جوز كلام غازي بيك. وانا كمان بدي احاكيك. شرف اقعد. بعد حكي الشاويش اليوم بركض متلاقي لنا شي حلين طالع قبل من الحبس. اسمع هالكلمتين يا عزو، وعد مني انا رح طالع ابوك من الحبس، بس بدي شوية وقت. كتر خيرك، بردت لي قلبي. في شغلة تانية حاب احكيها معك وبعرف انه مو وقتها، بس ماني قادر اخبيها بقلبي. ولو غازي بيك احكي. اي ورب العزة وقفتك معنا بسوة إلى ذهب. تتذكر مرة انا وانت صار بيننا حديث هون بالقهوة؟ بخصوص اختك مريم. يا لطيف عليك في أسعار، ما بتنسي شيء؟ أنا بذات نفسي نسيت القصة. لا ما بنسى، وخاصة هيك قصة. بدي أعرف أخي شو قال لك. طوشتي راسي سعادة، طوشتي راسي. روحي عنده واسألي، أنا ما بعرف. وإنتي؟ شو أنا؟ أنا شو بيعرفني؟ لك عم مين بيعرف؟ هي ستي يا مراتب لك قدامك. هي علينا، لسه كل واحد بيدفني على الثاني. ليش ما سألتي شو بيقصر؟ سألته، ما رضي يحكي. وانا ما حبيت زن عليه بالدكان. إيه معناتها بكره بتروحي لعنده على البيت وبتفهمي اللي بدك اياه. يو هلا انا بدي استنى لبكره؟ ايه لا ما حذرت بنوم، وحياة هدول لا بنام ولا بتنام لحتى تحكي لي. هاي قاعده. رجع فتح معك سيره مريم ما هيك؟ رجع فتحها. مو راكبة يا مو، مو بمحلها. هذا الكلام لازم يروح يقوله لأبوك بس يطلع من الحبس. يا مو صدقيني غازي بيك عريس ما بيتفوت. خلص بقى عزو، حججنا نقطشو لحش. كيف يعني بدنا نجوز أختك بدون موافقة أبوك وعلمه؟ هو الوحيد اللي قادر يطلع قبل من هي المصيبة مثل الشعران العجين. ايه طالعه شو مستني؟ هذا الزلمة قادر يطلب مقابلة الوالي، وقادر يفت مصاري ليوم المصاري. مو بس هيك، إذا لزم القمر بيسافر على اسطنبول كرمال هي القصة. بس أنت برأيك كرمال شو بده يعمل كل هاد؟ كرمال صهره جوز أخته. على رأسي، إذا أعطيناه أختي مريم رح يصير يركض أكتر وأكتر. كرمال مين؟ كرمال عمه أبو مرته. خلصنا بقى عزو، خلصنا. ما لا زابطة نجوز أختك بغياب أبوك ومن دون علمه. بعدين شو الشغلة وحدة مقابيل وحدة؟ وإن كانت هيك معناتها هاد الزلمة مانو تمام ومانو دغري بنوب. ساعتها بتروح بتفهمه نحن لا منتاجر ببناتنا ولا منبيعهم، فهمت؟ يا مكرمة الله صلي على النبي، هي رقبة أبي رح تتعلق على المشنق بعد كم يوم، ورجال غريب صفني فيها كرمال الله. خلص
خلصنا بقى سعاد، شو بدنا نخبي عليكي؟ وانتي كمان مرت اخي ما بتعرفي؟ ليه شو بدنا سعاد؟ كلمة وطلعت من تم اخوكي ما بيقصد منها شيء، ما هيك ابو سعيد؟ لا بقصدها وما رح اقول لك شو بقصد منيح. لا يسامحكم، اصلا انا من يوم ما رميتوني هي الرمية وانا بعرف انه انتم بس بدكم تخلصوا مني، وما عاد حسيت حالي وحدة من العائلة. عم تسمي شو قصدك مني؟ يو ابن عمي خليني ادفع مع اخي ومرت اخي. شو اخي؟ بدك تقلي شو قصدت بحكيك ولا لا؟ صبروا جميل وبالله المستعان، كنا بدنا نطلب. شو بدنا نطلب؟ ما نطلب، ما بدنا نطلب شيء اصلا. لك بدي اخلص من لقى بدي فوت نام. بدنا نطلب ايد بنت ضرتك لسعيد. لك يا ريت ما صارت هالجوازة من أبو راتب ولا سمعت هالخبر. عزو موحى غازي بده شي مقابل إنه يطالع أبو العز، بما إنه لهلا ما فتح سيرة الضيعة معناتها هو ما راح يطالع أبو العز بما إن جوزه مريم. مو ظابطة، مو ظابطة يا سهيلة، أنا ما فيني بيت بجوازة مريم من عندي. بعدين الزلمة متجوز، ليش بدنا نجوزه البنت؟ متجوز بنت عمي كمان. والله مالي عرفانة وين بدي ودي وشي منها ومن مرت عمي. بعدين على فرض جوزناه مريم وما طلع بإيده يطالع أبو العز، شو منساوي ساعتها؟ شوفي غازي إيده طايلة، إذا قصد إنه يطالع أبو العز بيطالعه، بس بدنا نضمن انه ما يكون عم يضحك علينا ويلعب علينا. قولي على قامتي، قولي على قامتي، والله بعمري ما بسامح حالي اذا بجوزه مريم وبيطلع عم بيضحك علينا او عم بيلعب علينا. ولا حدا فينا بده هي الجوازه، بس انت قولي لي في قدامنا حل ثاني لحتى نبعد ابو العز عن حبل المشنقه غير هيك؟ ما شاء الله، كيف ما فتلنا وشنا بهالحارة؟ يا مجتمع بغازي بيك يا ابو واحد من جماعته. والله هذا الغازي وضعه بحير. لا بحير ولا شيء، بعرفه مثل ما بعرف حالي. انت ليش مقروق منه؟ اوف شو؟ احكي. مو كل شيء بعرفه بقدر بحكيه، بس كمان ما بيمنع انه نخلي عيننا على غازي وجماعته. اشتغلت بالنا ابو شواد. يا جماعة أنا غازي لا بحبه ولا بأمن له، بس مغلوب على أمري مشان هيك ساكت، على أمل إنه تدب النخوة فيه لغازي ويطلعوا من حبسه لأبو العز. ما بدي ينقال بكرة إنه أبو شواد خرب على أبو العز وكان سبب تعليق مشتقته. يعني ما بدك تحكي لنا ليش ما بتحبه؟ ليش ابو شوال ما بيحبوا لغازي؟ والله ما بعرف، مع انه ابو شوال دائما حكي بدوزان ما بيحكي كلمه الا بمحلها. لا حول ولا قوه الا بالله، ما صدقنا خلصنا من طرنجه وابو الريح. شو بدنا نعمل هلا؟ نرجع نلطل لغازي ونرجع له لحتى نعرف؟ تعال حكى وخلصنا. الله يعطيكم العافيه. اهلين الشباب. الله يعافي قلبك. شبك بالاحلام. لوين رايحين هدول؟ بدك الحون اعرف لوين رايحين؟ لا ما بدي يحسوا عليك. ما يحسوا عليك؟ لك التم هذا ما بدنا نعمل شغله يزعل فيها غازي. امشي.
امشي. هلا معقول ابو شوال يكون خجلان خايف من شيء؟ في شيء بس ما بعرف. بعدين يا حاتم ليمتى بدي استنى؟ يا بيك الشغله ما هي سهله بنوب. بعدين فارس ما حيقدر يعمل شيء طول ما ابوه محبوس. لكن شو استفدنا من جاية سليم عشاء؟ انا ما بقدر غش اخي اصف بيك. تغش اخوك؟ ولك انا اصف بيك ما بغش حدا وما بقبل الغلط من اصله. مشان الله ما تواخذنا يا بيك. سليم ما بيقصد. بتفهم اخوك اني راح ادفع له اكثر ما بتسوى الضيعه. اسمح لي يا بيك، لو انك بتساعد فارس. حاتم خلي ابنك كمل كلامه. اصف بيك، لو انك بتساعد فارس بقصة ابوه يمكن يبيعك الضيعة بنص حق. انا ما بحب حدا يفرض شروطه علي. انا بدي اشتري الضيعة وراح اكرم فارس بحقها. بخصوص ابوه خبروه اني انا راح ساعده بس بعد ما تخلص البيعة، وهذا وعد مني. كتر خيرك يا اصف بيك. لا تردي عليه، ما بيطلع من امره شيء. كأنك ما بتعرفي بنت حماكي. إي الله وكيلك امبارح ما خلت حدا من اهل البيت ينام، وهي تعيد وتفتق بسيرة نفوسه. يوه لساتها ببالها؟ مثل ما اللي عامل لك. أم سعيد كأنكم تأخرتوا علينا شوي إذا بدكم تجوا تخطبوا نفوسه لابنك. طولي بالك يا نفيسة خانم. بدي أقول لك يعني شغلة وبدي إياكي ما تزعلي مني، بس يعني هذا ابني الوحيد. درت على كم بيت بالحارة لحتى أشوف بنت. يعني بصراحة لازم أشوف أكثر من بنت قبل ما نعتمد على نفوسي. ايه مثل ما بدك على راحتك ام سعيد، بس انا فهمت من بنتي انه بيت العشي حابين يجي يشوفوا نفوسه لابنه الصغير. يا شو علي، الحياه اسمها ونصيب. اذا حابين خلينا نشوفوها، وانا باخذ لسعيد وحده من هالبنات اللي شفتها. شو بك زعلتي ام سعيد؟ إيه والله ما ببدلكم لا ببيت العشي ولا بغيرهم. تسلمي لي. معناتها خلص خبريها لبنتك مشان نروح نفصل النقد ونتفق امتى يروحوا الرجال ليقروا الفاتحة. ان شاء الله. لا تفكر تضحك علي. اعوذ بالله، قلت لك انت فصلي وانا بلبس من ايدك هي لايدك هي. امتى؟ بنكتب كتابنا هلا على سنة الله ورسوله وبعدين بنخطط. لا ما حذرت. لك رح تجننيني انت؟ قلت لك من ايدك هي لايدك هي، شو بدك اكثر من هيك؟ طبعا جا عقد ما بكره غازي رح اكرهك اذا بعرف انك عم تكذب. لك صلي على النبي يا بنت الحلال، ما بصير تحكي معي هيك؟ رح صير جوزك أنا؟ قبل ما أقول لك موافقة رح أقول لك شغلة. وراس سلمى، وراس سلمى رح خلص عليك إذا ما خلصتني من غازي. إمتى ناوي ترجع الضيعة؟ ما صار وقت رجعتي على الضيعة. مالك بالعادة تغيب عنها كل الوقت. حاتم مفهوم يا بيك مفهوم. خبر أبو راتب يذبح 4 خواريف ويوزعهم على الفقراء اللي بالحارة. شو المناسبة؟ بدون مناسبة. ولا أقول لك؟ قل له هدول فدوا عن القهوة والبيت. شو قاعد عم تستنى؟ روح قل له. أمرك يا بيك. يا بنتي أنا متمنيتك تتجوزي، بس مو للسبب يلي أنت عم تفكري فيه. لو كان همي الجواز بس ما كنت رديت أتجوز طبنجة. بتعرفي ليش قبلت أتجوز طبنجة؟ لأنه ما حدا رح يقدر يعمل اللي بدي إياه غير واحد ندل وواطي مثل غازي. بس هي مو جوازة. لا مو جوازة، وكل مرة رح يقرب فيها مني طبنجة رح ينعاد اللي عملوا فيني غازي، ورح أضع رقيتي مشان ما أصرخ من القهر. بلاها يا بنتي، مالك ضمناني شو رح يصير كرمال سلمى. بلاها ورح متعب إذا ما قتلته لغازي رح أقتل حالي.
الله حيو الله حيو غازي بيك الله حيو. امتى بتقدر تجيب الخواريف؟ قبل طلوع الضوء بيحضروا حاتم افندي. منيحه منيحه. وين خرج يدلنا على بيوت الناس المحتاجه بالحاره؟ محسوبك حاتم افندي من دهنا سقيله. انا بشوف انه ابو الاحلام هو اللي خرج يساعدنا بهيك شغله. حابعت خبر وراه واتفاهم معه. الله يسامحك حاتم افندي، شو نحن مو معبيين عينا؟ على سلامتك يا ابو راتب على سلامتك. نحن تاركينك للشغلات الثقيله، انت جيب الخواريف وترك الباقي علينا. حاضر حاتم افندي حاضر. من دهنا سقيله من دهنا سقيله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلين بنور العين. نفيسة نفيسة، وين كنتي تقبريني؟ لا تقولي لي كنتي عند بناتي. ما عاد تزبط هذا التخفيق والروحة والجية، صرت بعرفهم ليش. يكون بعلمك أنا ما بطلع من البيت من دون إذن ابن عمي. الموالي اللي عم بتغنيه قيمي من راسك، هي الجوازة ما رح تصير لو بدها تخرب الحارة كلها. أنا مالي عم أعمل شي غلط، إذا عم أعمل شي غلط ابقي احكي ولا قلي غلط ولا صح. انت شو دخلك؟ عنا رجال بالبيت، إيه الله يديمه فوق راسنا. يو ليكون قصدي على ابو راتب. خبيتك من حالك، شو مو معبي عيني؟ والله لقله كل كلمه حكيتيها عليه. اسمعي نفيسه، انا الابره والخيط ما عم ينزلوا من ايدي، وما في غير عم تكمتليك بهالبيت، وعم بشتري لكم اكل تدولقوه بحياة دهركم ما شفتوه. بقى لا تقولي لي ابو راتب وما ابو راتب، حارتنا ضيقه وبنعرف بعضنا. ايه والله يا سعاد خانم، الشهاده لله انت ما عم تقصري بنو. والله طلع صوتك يا سرنوه. وانت ليه زعلتي درتي؟ انا عم بحكي كلمه الحق. كلمه حق ولا اشتريتك بهالكم اكله اللي عم تطعميك اياهم من ورا ظهري؟ نفيسه نفيسه لا تضوعي القصه، الله يرضى عليكي. بيت ابو سعيد ما عاد الك عليه روحه. ايه تكرم عينك درتي، اصلا ما عاد في لزوم للروحه. فقست الجوازة؟ فضائل قل هو الله أحد. أنا عملت اللي علي، لا تقول إلا بأيان قراية الفاتحة. على روحك إلهي، وأنت رجعي على شغلك رجعي. صدقتك على أساس بيت أبو ربحي حص طيل. بيت أبو ربحي حصة إله حصة لبنته الأرملة. السلام. ولازم نحسب حساب بيت أبو سمير بحصة محرزة ما بساير. الجماعة وضعه تعبان كتير. شبن ابو الاحلام كانك نسيت حصص بناتي السبعه. الله وكيلك كلياتهم على باب الله. سجل ست حصص. ست حصص. زوج بنتك الكبيره بعرفه ما له محتاج. شلون ما له محتاج؟ الرجال يا ابو راتب تيسر على دكانتك وبكره لا تذبح شيء قبل ما اوصل لعندك. بلا مؤاخذه يعني، وشو مشان تعبتي؟ بيطلع لك العفشه الجوانيه. العفشة الجوانية؟ ايه العفشة الجوانية. رح نسجله لأبو راتب حصة. هيكا هيكا. انبسطت؟ تيسر على دكانتك. الله يعمر بيتك يا غازي بيك. لك الله يعمر بيتك يا غازي بيك. بدي أنا سعيدة. نحن لازم نسأل الشيخ هلال، أكيد هو بيعرف عيال مستورة نحن ما بنعرفها. رح سجل لك حصة لك. لا ما في داعي، أنا دمعك يا عين بيطفي حزنك يا روح. دمعك يا عين بيطفي حزنك يا روح. دمعك يا عين بيطفي حزنك يا روح.
أنا بدي أشوفك لحظة. بلا استني شوي. زادت والناس تعبت، ما رح نتركك وانتي على هالحالة لحتى تقولي ليش عم تبكي. يا ماما وجوعة شي؟ إذا عم تبكي من شان أبي كلنا زعلانين، بس مو طالع بإيدنا شي. يعني والله باينة ليش عم تبكي. أبي من ناحية وأنا من ناحية، شو بتكون مصايب توقع فوق راسها أكتر من هيك؟ لا زوما لا رضياني تقول ليش عم تبكي. طيب لتكون موجوعة من شيء؟ سألناها ما ردت. طيب خير. خير يا ماما، ليش عم تبكي؟ يا ماما قليلي، فيك شيء؟ بكره آخر يوم بشهر ربيع الأول، ما عم بفهم عليكي. بكره بتخلص عدتي، فهمتوا شو بني؟ يعني هو هلا وين عم بينام؟ مع جماعته؟ والله ما بعرف، بس اغلب الظن عم ينام هو وجماعته ببيتنا. أفي؟ نعم أخي. وين قهوة أبو سمير؟ ليه؟ الله يبارك له فيه. عبد الحي، دمعك يا عين بيطفي حزنك يا روح، دمعك يا you
شو عامل اليوم انت واخوك؟ راح يقطع هون، ما عندنا شيء تاني نساوي. انا بدي روح على الكراكون، بدي جرب بركي بيخلوني اشوف ابوك. انت بدك تروح على الكراكون؟ ايه انا. ابوك له شهرين محبوس وما بنعرف شيء عنه. بس اطمن عليه بدي اساله مشان جوازة مريم وغازي. يا مو كرمال الله الفوت على الكراكون مو للنسوان. عزو انا عم بقول لك رايحه على الكراكون، ما عم باخذ اذنك. عزو الواحد لما بيقوم عن السفرة بيقول دايمة، وبوقت الشدة بيبين معدنه للبني آدم. عم تفهمني؟ دايمة دايمة. إذا ما عندك بيت وين عم تنام؟ يا أمي هلأ خليني رتب لأشوف شو بدي أعمل، لأنه والله تربطت إيدي. أبو الأحلام لازمك شي؟ أكتر من صبرك يا شام دربي.